شكرا كثير لكم لهذه المقابلة. والله تشرفنا، تشرفنا كثيرا بلقائكم وبلقاء أمثالكم وتشريفكم لنا مدينتنا في هذا اليوم المبارك من آخر جمعة في رمضان. حقا أشياء كثيرة جمعها الله لنا لنجتمع بقوم نحبهم في الله وأيضا يحبوننا في الله، فإذا جاء هذا اليوم ليبشر لنا كما ورد من كلامكم فتح آفاق جديدة بيننا وبينكم، لأنها علاقات قديمة ليست شيء تؤسس من جديد، كانت قديمة بين والدنا وبين الملك عبد العزيز وكل الملوك الذين مروا كان لهم علاقات به طيبة، وكنا حقا نستأنس بهذه العلاقات طمعا في توسيع دعوة الإسلام، في توسيع المعرفة الإسلامية، في توسيع اللغة العربية، وبذلنا في ذلك ما أمكننا البذل للحفاظ على هذه الرونق الإسلامي العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم تكريما للإنسان في كل مكان، خاصة الإنسان المسلم، لأنه أولى به، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فنحن ولي رسول الله، أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا في ذلك. ونحن كما قلتم على سيرة أبائنا وعلى سيرة الصالحين من هذه الأمة في كل مكان، لأننا نحب لهذا الدين خيرا ونحب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، وإذا كانت الأيدي قاصرة ولكن فالأحلام والآمال كثيرة جدا في نشر الخير، لأن نحن نعيش زمن التراكمات وزمن التراكبات والتتابعات، حتى صعب جدا الإنسان يأخذ قرار سليم وصواب لهذه الأشياء التي تمر علينا والتي حقا أقلق الأمة الإسلامية في كل مكان، خاصة الذين يتولون أمر هذا الدين في الدعوة إلى الله وتوصيلها إلى الناس في أشياء كثيرة تعترض سبيلهم ولكن لا تدفعهم إلى الوراء، دائما إلى الأمام ودائما على أقدام التواصل مع إخوتنا في المملكة العربية السعودية. المملكة أكبر دولة في العالم حقيقة، لأن الدولة تتبعها مليار ونصف مليار إنسان، كلهم قلوبهم عالقة بالمملكة، تهوي إليه أفئدته، تهوي إليه كما الفحة أفئدتهم، فهذه المملكة أقوى دولة، أقوى من أمريكا، لأن التابعون لهذه الدولة مليار وزاد على المليار، لأن كل المسلمين متعلقون بهذه الدولة. والحمد لله مر أشياء لم تكن في رغبتنا ولا في رغبتكم، فأقصينا عن الإسلام على أننا كذا وأقصينا عن كذا وكذا، فلهذا نحن نشكر ولي العهد ونطلب له، لأنه رفع هذا الحاجز الذي كان بيننا وبين إخوتنا في الدين، أقصونا عن الدين وكذا 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 وكذا، وكل هذا حقيقة ليس بالواقع. الواقع أننا لا نشرك بالله شيئا أبدا، لا نشرك بالله شيئا، ولا نبدل دين الله بأي دين مهما كان، رضينا بالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالكعبة قبلة، وأنتم سكان القبلة فأنتم أيضا سكان قلوب المسلمين في كل مكان، فبسياستكم وبرأفتكم بالأمة وبقربكم إلى هذه الأمة كما فعلتم اليوم، أعطيتم صورة رائعة لتاريخ هذه المملكة، إنها مملكة قامت لصالح المسلمين في كل مكان، فهذا ما تؤكدونه اليوم، ونحن أيضا كنا في حاجة إلى هذا التواصل، لأن الحقيقة كما قلت هذه التراكمات وهذه التراكبات وهذه التتابعات حال بين ناس وبين ما يجب أن يفكروا فيه وما يجب أن يفعلوا. صحيح.
ممكن كلمة كمان؟ أفضل كلمة. أول شيء شكرا لكم على هذه الكلمة الجميلة، أنا والله تفاجأت بما شاء الله بهذا الأسلوب الراقي واللغة العربية الراقية، فأجبرتني أن ألقي خطابا ثانيا، فأرجوك أن تنصح الخطاب الأول وسأعيد الخطاب. أنا والله أنا معجب فيكم كثيرا، وأنا أول شيء بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الأمير الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهم الله بنشر الإسلام المعتدل، الإسلام الوسيط. ونحن نعرف جيدا في سفارة خادم الحرمين الشريفين أن الطائفة التيجانية لها محبين وأتباع كثير، سواء كانوا من أبناء الجالية. أيضا نحترمكم ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والتقوية في كل مكان، نتمنى لكم أن تكونوا بصحة جيدة وأن تكونوا دائما في ازدهار، نتمنى لهذه المدينة الجميلة التي أعرفت أنها مدينة ما شاء الله يعني تعتبر مساحتها كبيرة أن تكون أكثر ازدهارا، وبكل التأكيد سوف نقوم بالتعامل معكم والتعاون معكم في بما يخدم الإسلام الدين الإسلامي وبما يخدم مصالح الدولتين. وأيضا عندما قلتم أن المملكة العربية السعودية هي قوية، نعم المملكة العربية السعودية قوية، ولكن بكم وبجميع المسلمين، فنحن كلنا نتبع ديانة الدين الإسلامي ونتبع ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولهذا السبب أتينا إلى هذه المدينة للالتقاء بكم والتواصل معكم، ومثل ما أخبرتكم سوف نكون على التواصل معكم بشكل مستمر. وشكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، وأنا سوف أكون بين أهلي وبين أصحابي وبين أحبابي. شكرا كثير لكم، شكرا والله، شكرا لكم، بارك الله فيك. مرحبا بكم بين أبيكم وإخوتكم، وإذا قدر إذا رجعتم إلى قومكم فأخبروهم أنكم رأيتم قوما يحبونهم لله، قوما متعلقون بكم لله تبارك وتعالى، وأننا خلفية استراتيجية لكم. نعم. إن شاء الله. فالمملكة هي المملكة، هي المملكة الوحيدة في القوية جدا جدا كما نعم. قلتم أقل مليار ونصف مليار يدعو لهم نعم. كل يوم. والله سعيد على هذا الكلام، سعيد باللقاء بكم، كان الله معكم، وولي الشرف اليوم باللقاء بكم، لا سيما أنتم لديكم تاريخ عريق مجيد. فالآن والدكم الشيخ إبراهيم النياس من الشخصيات المرموقة والمعروفة الآن تاريخيا، وله أيادي بيضاء على جميع الناس وعلى جميع على معظم الشعب السنغالي، كما أنه كمان ساهم بشكل فعال في رابطة العالم الإسلامي، والعلاقات كانت قديمة جدا بين المملكة العربية السعودية والآن السنغال. فلي الشرف أن أكون بينكم اليوم وضيفا عندكم وزائرا، مرحبا، وسوف نكون إن شاء الله على زيارات مستمرة. نحن الضيوف عليكم وأنتم نعم. وأنتم أهل البيت. نعم، شكرا كثير.